السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة هنا ميكس، أفضل تأكيل للزغاليل من عمر يوم حتى الفطام. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة هنوريكم مجموعة صواريخ يا جماعة انا بجهزهم للبيع في المزاد اللي بنعمله. الناس اللي بتسألني وبتستعجلني اهو المجموعة، احنا حاططهم في سلاكة هنفتح لهم دلوقتي قدامكم. لكن قبل ما نتكلم في موضوع النهاردة اعمل لايك للفيديو علشان يوصل لمعظم المشاهدين. هنفتح الزغاليل، هي يعني اعمارها زغاليل عمرها اكبر، يعني ممكن تقول عليهم شباب. نرجع لموضوع فيديو النهاردة اللي هو هنا ميكس اللي انا جايبه من عند محلات افندينا لمستلزمات طيور الزينة، صاحبه الحاج اشرف خضير بميدان الشهابية، عليه يا جماعة الصلاحية لمدة 8 شهور، صالح لمدة 8 شهور، هو انتاج شهر 5 اللي انا جايبها دي، انا مجربها عشان كده اعمل لكم الفيديو، يعني بقت نصها اهي. فانا بعد ما جربتها الحمد لله جابت نتيجة، هوريكم كمان الزغاليل هنشوف مع بعض انا بستخدمها ازاي. الاول نقول ايه هو مكوناته ايه، هو مش كاتب مكوناته، المضاف اليه فيتامينات واملاح معدنية واحماض وبروتين ومضادات فطرية ومضاد سموم وكالسيوم وزنك ومغنيسيوم. بيستخدم ازاي، معلقة طعام على نصف كوب ماء دافي ويقلب جيدا حتى ينسجم المزيج، ثم يتم اطعام الزغاليل ونوريكم بنطعمهم ازاي. بينفع يا جماعة للحمام، لزغاليل الحمام والعصافير من عمر يوم زي ما قلنا حتى الفطام. طيب هنشوف احنا معانا مجموعة الزغاليل دلوقتي، معانا تقريبا من جميع الاعمار، في من عمر يوم اهو ويومين او ثلاثة، اكتر شوية 4 5 اهو، هنشوف جميع الاعمار علشان نشوف في اكبر. في كمان اكبر، جبنا لكم تقريبا كده جميع الاعمار، مفيش عمر مش هتلاقيه ان شاء الله. نشوف نجيب كمان الاعمار الاكبر عشان حد يقول انت ما جبتش الاكبر ليه، معانا اكبر اهو. في كمان اللي هو اكبر اهو ما شاء الله، نجيب تاني. في حمام زغاليل على وشك انها تطير، نجيب تاني ما شاء الله. طبعا احنا بنجهز الزغاليل دي زي ما جهزنا التانية للبيع، ده بنجهزه كمان للبيع ما شاء الله. الزغاليل مفيش فيها قصة، زغاليل صحتها تمام زي ما شفتوا حضراتكم الفيديوهات اللي انا عملتها، وقاية من الجدري وازاي تشيل الجدري. اللي ما شافش الفيديو يا جماعة هتلاقي تستفاد منه جدا. طيب هنبدأ طريقة التصغيط. انا معايا هنا ميكس اهو المنتج اللي بقول لكم عليه، ومعايا العبوة اللي هنعبي فيها، هناخد معلقة
زي ما قلنا معلقة. انا مثلا محتاج معلقتين، احط معلقتين، حطيت معلقتين. نشوف بقى نضيف عليهم مية قد ايه. نحط على كل معلقة نص كوباية مية زي ما هو مكتوب على العبوة. دايما هنلتزم باللي اللي مكتوب على العبوة. دي نعتبرها النص مع النص كوباية بتاعتنا. وبقول نص كوباية مية، نعتبر دي هي كوباية صغيرة النص كوباية مية بتاعتنا. لغاية كده ادي نص كوباية. نضيف كمان على كل معلقة نص كوباية كده. تمام، يبقى كده المعلقتين عليهم كوباية مية. طيب هنقلبهم جيدا ونبدأ التصغيط. بعد ما قلبنا الميكس بتاعنا اهو، تمام، اتقلب معانا. نوريكم الزغطات معانا. الزغطة دي هتبقى من عمر يوم، واللي عايز يستخدم، اللي مش لاقي دي ممكن يعرف يستخدم من غير الجزء ده، حتة الخرطوم دي. هبقى اعمل لكم فيديو اللي ما يلاقيش دي يجيبها ازاي. ومعانا الزغطة القديمة دي، السرنجة الكبيرة دي اعمار كبيرة. ومعانا كمان الازازة اللي هي كنت عملت لها برضو فيديو ازاي تعمل زغطة، اللي هي ازازة مية او ازازة حاجة ساقعة بتركب فيها الغطا سرنجة وبتقطعها من هنا. تمام كده تبقى تستخدمها للزغاليل الكبيرة. طيب نبدأ بعمر يوم الزغاليل، بعمر يوم. وكل مرة قبل ما تبدأ تزغط هتقلب الميكس، كل ما هتيجي تسحب قبل ما هتسحب هتقلب عشان ما يركزش وتزغطهم مية بس. فانا اهو هقلب انا هستخدم دي في اللي هو من عمر يوم، وهوري لحضرتك ازاي. اهو سحبت دي، جيب اصغر زغلول عندنا، جبنا اصغر زغلول اهو، اصغر زغلول هو اكل، والتاني الاكبر منه، وبعدين الاكبر منه شوية، وبعدين الاكبر منه شوية. يا رب يكون واضح. كده معانا اصغر اعمار عندنا. هنفتح كده، ودي الجزء ده انت تخش بيه في حل في حصلت الزغلول بتاعتي. حبة صغيرين، هو شبعان فانا مش عايز اكتر ليه اكتر من كده. معانا ده يمكن جعان شوية، اقل نعرف نديله شوية اكتر. معانا ده محتاج اكتر، نخش اهو يا جماعة. تمام، بيبان عليه اهو ما شاء الله شبع. نمسح المية اللي حواليه، نجيب عمر اكبر. معنا عمر اكبر اهو، ندخل بالخرطوم ده اهو يا جماعة. تفضي ما شاء الله. انا دايما احب حصلت الزغلول ما تكونش يابسه كده، لازم احبها كده ان هي تكون ايه، طريه كده، تعرف ان الميه حتى لو انت لقيتها جامده، الاهالي مزغطينه جامد زي كده، تسقيه شويه ميه. دايما تتابع الزغاليل، ولو لقيتها يابسه زي كده اسقيه حبه ميه. احنا ما زلنا بنستخدم الزغطه اللي هي دي، اللي هي المبسم السيليكون ده او خرطوم قسطرة اللي هو ده. شوف ازاي في ايه دورة يابس، فاحنا هنديله من الخلطة الخفيفة دي تسهل عليه، تساعده في الهضم، او بنسقيه يعني، او تسقيه حتى مية. تمام اهو ما شاء الله، لازم يكون الزغلول شارب مية كده يا جماعة. طيب نجيب عمر اكبر، استبعد دول،
معانا السرنجة دي ومعانا زغليل عمر اكبر، اللي عايز يستخدمها يستخدمها. انا بالنسبة لي هي سهلة جدا، اللي مش عايز يستخدمها ما يعرفش يستخدمها يستخدم اللي هي بالخرطوم ده اللي بيخش جوه حصلة الزغليل. لكن هوريك دي كل واحد زي ما يحب، اللي حابب يستخدم زغاطة يستخدمها. انا هسحب دي، اللي شاف الفيديو قبل كده هيبقى عارف الطريقة، لكن طبعا في ناس كتير ما شافتش الفيديو بتاع الزغاطة اللي هو ده بالسرنجة. هنشوف ازاي. اهو سهل جدا، اهو كل واحد شوية. انا بالنسبة لي انا بستخدمها سهل، لو ما انتش عارف استخدم بالسرنجة التانية. اهو يا جماعة معانا اهو، تمام كده. اسحب تاني برضو العمر اكبر. انا بقول لحضرتك انا مش بعمل كده كل يوم، لكن انا بقول لك ازاي لو زغليل ما بتتزغطش تقدر تساعدها ازاي. لأي ظروف هتلاقي الاهالي طارم سابوا ولادهم طفشوا ما عادوش رجعهم، طارم او جالهم مرض مثلا مش عارفين يزغطوا ولادهم. هنكمل الشوية دول بالزغطة الكبيرة اللي هي دي برضو، عشان الناس اللي ايه تحب تستخدم الزغطة دي السرنجة. على فكرة يا جماعة اللي بيقول ان دي كبيرة، انا عامل منها 3 احجام، في ارفع في اكبر. هتركب السرنجة اللي انت محتاجها او اي جزء من الماسورة. انا استخدمت سرنجات مختلفة في دي، لكن دي الوقت اللي معايا يا جماعة الازازة. ومعنا الزغلول اكبر، الاعمار اللي دي الاعمار الكبيرة يا جماعة، اللي هو الازازة بالسرنجة دي، لان ده بقها كبير. اهو يا جماعة تخش كده ونقطعها شوية لغاية ما هي عاوزة. جيب زغلول تاني ما شاء الله. زغلول تاني اهو، رج في كل مرة لازم ترج عشان الخلطة ما تركزش. كده خلصنا الكمية اللي عملناها. لو انت عايز طبعا هتشوف انت محتاج الكمية قد ايه، لكن هي الميكس بتاعنا ممتاز جدا، بيجيب نتيجة مع الزغليل جدا جدا جدا. يعني هتشوف حضرتك ما شاء الله حجم الزغلول. انا ساعدتهم بس لما لقيتهم ضعيف، لان طبعا حضرتك عارف الناس اللي متابعاني ان انا بعمل دايما 3 بيضات مع بعض او 3 زغاليل مع بعض. انا هوري لحضرتك ازاي انا بعمل ال3 زغاليل، هنشوف ال3 بيضات مع بعض. لو بصينا هنا انا حاطط اهو 3 بيضات. طبعا لما بيفقسهم ممكن يكون في زغلول، يكون في زغلول فائس قبل اخواته او 2 سابقين 1، فانا بساعد الزغلول الضعيف لحد ما يصبح يقدر يتزغط زي اخواته، وبعد كده بسيبهم لاهاليهم برضو، ما بشيلهمش من اهاليهم، هم اعمارهم صغيرة. يعني اللي انا شلتهم دول هرجعهم تاني لاهاليهم. ودول برضو 3 زغاليل، يعني ممكن الاهالي ما يقدروش يساعدوهم، احنا بنساعد دايما الزغلول الضعيف او نساعد التلاتة لحد ما يكبرهم ويريشهم يروحوا على اهاليهم غصب عنهم. الاهالي هتزغطهم لو هم كبروا وجم على الاهالي، لكن احنا بنساعدهم في الفترة الاولى بس. بعد كده نعمل لكم فيديو ان شاء الله طريقة ازاي تحضن ال3 بيضات مع بعض وتحطهم تحت الحمام مع بعض. وان شاء الله انتظرنا فيديو البيع القادم قريبا جدا، اللي هو فيديو البيع بطريقة المزاد. كده نكون خلصنا موضوع الميكس. هنا ميكس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.